الله سبحانه وتعالى رزقنا من بعد دعاء والدينا، نعم وفوق الأرض تحتها. خلاصة الأرض التي أثارت فضول من عليها، قائد أدار الدفة للطريق الصحيح، لحظات مهمة شكلت مستقبل الكويت. تم بحمد الله تعالى توقيع اتفاقية التمييز للتنقيب النفطي في الدولة. APOC, the Anglo-Persian Oil Company, starts the procedure of oil exploration. Finally, after almost 50 years. الكنز الثمين الذي ابتهجت الكويت بسطوع معادنه لنخطي إلى خطواتها، وما كانت هذه إلا البداية. إنه يوم سعيد، هذا اليوم الذي نحتفل فيه بتصدير الشحنة الأولى من نفط الكويت، وأتمنى أن يكون فاتحة عهد جديد في تاريخ الكويت وتقدمها الحضارة بفضل ما أنعم الله علينا من خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية شهد عليها العالم أجمع، ودار دار صمام الأمال، ودارت معه عجلات التنمية، ليكمل قادة الكويت المسيرة أمانة تعاهدها الرجال لتعلو الكويت. لتمر 50 سنة من الإنجاز وتخطي العقبات، لنحتفل بوقفتنا التاريخية بالذي لم يرحل قبل توحيد صفوف شعبه وقلوبهم، لنحصل على شرف تعلم الكفاح من أرقى القلوب، لنستمر. وما زالت الكويت السفينة التي تنعم بالقيادة الإنسانية الحكيمة بفكر دبلوماسي، ليشرق صباح الكويت على الكويت أماناً، رفاهية وتطور، علم وعمل، ومكانة عالمية لها ولقائدها قائد العمل الإنساني. بالقيادة الساعية للتطور المستمر وعدم الرضا بالاعتيادية، بصاحب الإنجازات العالمية والذكاء الاقتصادي والدبلوماسي المطلق، لنستمر بالسعي ليأتي اكتشاف النفط الخفيف مكملاً لهذه المسيرة وتصديره للعالم، هو إلا بداية لكويت المستقبل كما وعد قائدها، حيث يقود القطاع النفطي الاقتصاد، خالقاً منافسة وتعزيزاً في كفاءة الإنتاج. هذا الذهب ثروتنا الاقتصادية، مهمتكم استثماره والمحافظة عليه. أثق أنكم راح تبنون كويت جديدة. الله يديمكم ويديم عز الكويت. إن الكويت كانت وستظل بإذن الله تعالى دوما بخير وأمان.